السلام ومرحبا بكم. انا نصري بن صالح، عمري 24 سنه، نخدم كارلو. احنا تو موجودين في شونتي في المحرس. خدمتنا تتمثل في تركيب كارلاج، فايونس، بارتير، كل ما هو تغليف داخلي وخارجي للمنزل. اكثر حاجه نحبها في الخدمه وقت اللي نتخيل التابلو اللي مش نخدم، خاطر في الاخر انت تخدم في فن. الحاجه اللي تتخيلها وتخدمها تلقاها موجوده ويكون الكليون ساتيسفي، هذيك اكثر حاجه نحبها. الحاجه اللي خلتني نجي للخدمه هذه هو ان مره انا كونكتي عرضوني دي فيديو نتاع دي بوزور بالتكنولوجيا اللي فيهم بالماتيريال اللي عندهم. طرحت السؤال علاش لا ما نكونش ني، خاطر الفيديو مسوني. معناها وكان جت اللحظه اللي تقول لك يلزمك تمشي للخدمه هذه. الخدمه هذه راهي نتاعك وراك قادر تخدمها وقادر تقدم فيها الاضافه. أكثر حاجة تعجبني في الخدمة هذه مثلاً النوفيل تكنولوجي، كيفاش سهلت الخدمة وطورتها. بار اكزومبل النيفو لازير، انك باش تاخذ به الوزن نتاعك بلو رابيد بلو افيكاس كي التيو نتاع الكاوتش نتاع الماء. أهم حاجة في خدمتنا هي الفينيسيون. أنت باش تخدم خدمة تغطي بها الأخطاء نتاع الناس اللي خدموا كل قدامك في الشونتي، ومش تخلي حاجة تقعد فيزافي للكليون. بالنسبة للخدمة هذه ننصح بها أي شاب يحب يخدم حاجة بيديه، يحب يتفنن، يحب يبدع. ننصح بها أي إنسان يحب يصور فلوس، يحب يخدم، يحب يضمن مستقبله. الصنعة هذه صنعة ذهب، والصنعة هذه صنعة فن.